بعد طرح برومو مسلسل طاقة نور للنجم هاني سلامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حقق نسب مشاهدة مرتفعة جدا، حيث حقق 106,000 مشاهدة في أقل من 48 ساعة من طرحه، وتصدر قائمة البرومات الأكثر مشاهدة وتفوق على برومو مسلسل أحمد السقا وكريم عبد العزيز، حيث حقق برومو مسلسل الزيبة للنجم كريم عبد العزيز 104,000 مشاهدة رغم طرحه منذ تقريبا 18 مارس الماضي، وحقق برومو مسلسل الحصان الأسود للنجم أحمد السقا حوالي 77,000 مشاهدة رغم طرحه من 6 أيام. الكبار لما بيتعاركوا ولا بيصفوا حساباتهم الحكومة بتتدخلش. لما واحد بيقرص ودن التاني ولا يدوس له على طرف، اللي بيقرص ويدوس ويقبض التمن يلعب سلام. ليل ده مصيبة، كل حاجة بتحصل بلاقيه في آخرها. ما يغركش هدوء وشك. نبيلة طنطاوي مش سهل، لو شوكة شكتك في صباعي هبقى أنا اللي مسلطة الشوكة. شعبان ده مسجل خطر، وروح الله يحن عليك بدل ما تهب عليك. اللي له علاقة بالموضوع ده هو شخص واحد، إبراهيم الجيار. إبراهيم مش هيسيبك. تقتلنا كلنا على بعضنا عشان تريح نفسك؟ ولو عرفت إن أنت خدت الفلوس بتاعتي أرقى بصوت الحياني وأخرس بيك.